السلام عليكم. عليكم السلام. ايه قلت له البرد اللي بيشتغل الست ده؟ هيفضل عندك برد لغاية امتى يا لولو؟ معرفش ايه، انا السلام كان عليكم. برد بيبقى معايا شوية. بس انتي صار شكلك تعبانة اوي يا لولو. معلش معلش حبيبي، لو مش يعني، طب بتاخدي علاج او حاجة؟ انا باخد عليك بس يعني. لسه برضه. معلش معلش حبيبي. طيب يلا نكمل. طيب نيجي بعد كده، بنينا على آداب عيسى وأحمد. خيال صور تعليم لآداب عيسى وأحمد بأساس نبني عليه. يبقى خيال صور تعاليم أو آداب عيسى وأحمد بأساس نبني عليه. خيال صور تعاليم عيسى وأحمد بأساس نبني عليه. يلا يا آخر حد كان سمع سيف، صح كده؟ يلا محمد. عند شرطية تفيد الشك والموت على ما أنكره، تعبير يدل على مكانة على مكانة مصر الدينية، وموسى على ما أنكره النتيجة لما قبله، وعلى ما أنكره أسلوب قصر التقديم والتأخير والتخصيص والتوكيل. والشاهد وبر نكرات تفيد التعظيم، وصف الشاهد ببر يدل على صدق الشهادة. تمام. وبنين عيسى وأحمد خيال صور عيسى واحمد بيه. بأساسات تبنى عليها تمام، بنينا فعل. مين يقول لي فين الفاعل؟ فين الفاعل يا شباب؟ مين يقول لي فين الفاعل؟ مسنا. الناء هي الفاعل. طب فين المفعول به؟ ايه الحاجة اللي بنيناها؟ المفعول به أداب، ناخد حاجة. ايه؟ مش أداب، ثانية، هو احنا بنينا آداب الحاجة اللي بنيها اللي بنازل مش بنازل. منازل. تمام، ليه آداب مش فاعل مفعول به؟ لأن أول حاجة بلا حرف جر، تاني حاجة الحاجة اللي بيقع على الفعل هي المفعول به، يعني ايه الحاجة اللي بنبنيها هي المفعول به. احنا ما بنيناش الاداب، احنا بنينا ايه؟ المنازل. اذا جاب لي قبل المنازل جر ومجرور، يبقى انا عندي برضو قصر، وسيلة التقديم والتأخير، غرض التخصيص والتوكيد. يبقى على اداب عيسى واحمد قصر، وسيلة التقديم والتأخير للتخصيص. خصصنا ان البنى ده كله والحضارة كلها كانت على اساس من تعليم المسيحية والاسلام. هو ده معنى التخصيص، ان انا خصصت ان البنى او الحضارة دي كانت اساسها ايه؟ التمسك بالدين. يبقى أنا عندي قصر، وسيلة التقديم والتأخير للتخصيص والتوكيد. للتخصيص والتوكيد. أعيد حاجة يا شباب؟ يلا يا آخر حد سمع هو كان مش محمد. يلا يا طيب. يلا يا طيب، فين طيب؟ نعم يا مس. يلا حبيبي من أول، وإن أنكر. ايه؟ يلا ابدأ سمع يا طيب. مالك يا طيب، في إيه؟ يا طيب معلش يا مس، كان في حاجة في بقي فبلعها. إيه؟ كان في حاجة في بقي فبلعها، آه طب وأنا يلا أصلا عندي دقة برد فمش عارف أعلي صوت كويس يعني. ما فيش مشكلة. معلش يا جماعة، انتوا عندكم كلكم برد ليه كده؟ طب يلا، مش لازم أنا تعدي. مس أنا عديت، أنا أخويا، أنا اتعديت من أخويا. معلش مش لازم تعلي صوتك، انت ممكن تقرب المايك ووطي صوتك، اهم حاجة يبقى واضح، مش شرط يبقى عادي. يلا بسم انا الله. المشكله ان انا الكمبيوتر ومعيش السماعه عشان احطها بوقي. طب يلا ابدأ وانا هحاول اسمع. يلا حبيبي. وان اداه شرطيه تفيد الشك. تمام. كارو لا ما فيهاش، انتوا بتعطلوا عند انكروا ليه؟ ما فيهاش حاجه من اول فموس. فموسى اللي هو تعبير جميل يدل على عظمة مصر. تمام. وعلاقتها ما قبلها ايه؟
ايه على قدم ما قبلها ايه؟ على قدم ما قبلها. نتيجة لما قبلها على قدم ما قبلها ايه؟ نتيجة لما قبلها. تمام. وفين في هنا مكتوب كلمة قصر، قصر وصلته ايه؟ القصر على لا، او اقول لك حاجه، اسلوب مؤكد بايه؟ مش لازم اسلوب 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 يعني هو اسلوب توكيد عن طريق ايه؟ اللي هو وسيلة تقديم المجرور والمجرور. تمام. للتخصيص والتوكيد. طيب. وشاهد وبر الاثنين نكرت في الايه؟ التعظيم. التعظيم. ووصف الشاهد انه بر يدل على ايه؟ صدق الشهادة. جميل جدا. وبنينا على آداب عيسى وأحمد، إيه الخيال فيها؟ ايه إيه الخيال؟ بنينا على آداب عيسى وأحمد، فيها خيال، إيه هو؟ اللي هو تصوير الأدب وكان مرفوع بس قوية بنى عليها مصر المصريين. تمام، حلو جدا. وفي هنا مكتوب برضو قصر، يبقى أسلوب مؤكد بإيه؟ اللي هو أسلوب توكيد وسط تقديم المجرور والمجرور. تمام. بنينا على آداب عيسى وأحمد. طيب، آداب جمع يفيد إيه يا شباب؟ آداب توكيد جمع فيه إيه؟ القصر أبي يبقى جمع آداب، دي جمع يفيد الكثرة، القصر. جمع يفيد الإيه؟ الكثرة. آخر حد سمع كان طيب، صح ولا لأ؟ يلا يا شوفوا، يلا عائشة وأنا هسعر. عائشة معايا؟ عائشة معك يا اسماء والفين من اول، وان انا كاره اول حاجه، ان دي اداه ايه؟ السوشيال تفيد ايه؟ شاطره، برافو عليكي، تفيد الشك ايه؟ شاطره، ممتازه. الشك فموسى على ما انكره، تعبير يدل على ايه يا حبيبي؟ تعبير يدل على مكانة مصر الدنيا. تمام، برافو عليكم. ما اللي بتقولي مش عارفه، انت ما شاء الله عارفه. وعلى قدم ما قبلها ايه؟ شوف، على كتب ما قبلها نتيجة. نتيجه ما قبل. طيب، مكتوب قصر اللي هو اسلوب مؤكد بإيه؟ نعم يا مس، فموسى على ما أنكروا، مكتوب قدامها قصر، يبقى قصر يدل على إيه؟ وصلته إيه؟ أو هنا اسلوب مؤكد بإيه؟ عن طريق إيه التوكيد هنا؟ ليه؟ لا، فين إن؟ مفيش إن، كنت شايفة إن خالص؟ لا، فموسى على ما أنكروا اسلوب مؤكد زي اللي تحتيها، بس ركزي معايا، فموسى على أن ما أنكروا. وبنينا على آداب عيسى، الاثنين اسلوب مؤكد بالتقديم والتأخير، يبقى فوسع على بقى القرار اسلوب مؤكد بيشرفه. تقديم التأخير. تمام. وشاهد وبر الاثنين نكرة تفيد ايه؟ ايه تعظيم. تعظيم. تمام. ووصف الشاهد انه بر يدل على ايه؟ بيأكد ست الشعب. ممتازة. بنينا على آداب عيسى وأحمد، مكتوب فيها خيال، خيال صور إيه بإيه؟ شعب. هو إحنا بنبني على آداب عيسى وأحمد ولا صور آداب عيسى وأحمد بناها إيه؟ بكنا قواعد بناء. بالظبط، 10/10، يبقى خيال صور آداب عيسى وأحمد بقواعد نبني عليها. طيب، عندي بعد كده قلنا برضو فيها إيه؟ أسلوب مؤكد عن طريق إيه؟ شبه اللي فوق، عن طريق إيه؟ التقديم والتأخير، يبقى أسلوب مؤكد عن طريق إيه؟ تقديم التأخير. تمام. وآداب جمع يفيد إيه؟ أي جمع يفيد الكثرة، يبقى آداب جمع يفيد إيه لولو؟ أي جمع يعني كتيرة، ما هو الجمع ده يعني مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، يبقى جمع يفيد إيه يا عائشة؟ جمع يفيد الكثرة، جمع يفيد إيه؟ الكثرة. طيب، منازل هنا وشاهد وبر نكرة برضه، منازل هنا نكرة تفيد إيه؟ مين يعرف يا شباب؟ التعظيم. التعظيم. أنا عندي 3 نكرة، شاهد وبر ومنازل، الثلاث نكرات تفيد التعظيم، نكرات تفيد التعظيم. يلا بتقول تاني، أنا زميلتي بتسمع، يبقى أنا كل تركيزي معاها عشان أنا الدور حي عليا.
يلا ابدأي من الأول وكله مركز مع بكي. يلا بكي. لا عبد الله الأول، معلش عبد الله. يلا عبد الله. يلا منى من الأول، وإن أنكر عبد الله. عبد الله معايا عبد الله. طب يلا بنت. عندنا ده شرطية تفوت الشك وموسى على بقر شاهد شاهد بقر تعبير جميل يدل على عظمة مصر عظمة مكانة مصر الدينية، وفي قصر بتقديم وتأخير لتخصيص وتأكيد، وشاهد وبر رجلتان للتعظيم، وبر ده وصف بيؤكد اسم ايه؟ بيؤكد صدق الشهادة. تمام. وبنينا خيال للأداب، الأداب الرياضية بأساسات قوية ولا عليها المصريون، وفي قصر كمان بيفيد التقديم والتأخير والتخصيص والتأكيد، وآداب جد جمع للكثرة، ومنازل كانت نكرة للتعظيم. تمام. يلا انت. نيجي بعد كده، وصف المنازل اللي ابنها عايز يدل على ايه؟ عظمة مكانة مصر. يبقى وصف المنازل انها مش اي بناء، يعني احنا بنينا منازل، بس منازل دي منازل عز، يبقى عز تدل على عظمة مكانة مصر. يبقى وصف المنازل انها عز تدل على عظمة مكانة مصر، تدل على عظمة مكانة مصر. يلا يا آدم. أنا مش سامعك. حضرتك كده سامعاني؟ أه سامعك. إن أوكي سامعك. أنقرها تبقى أسلوب مؤكد بإن، وكانت تعبير جميل على عظمة مكانة مصر، شاهد ومضر كانت نكرتان للتعظيم، وفي تقديم وتأخير. على ما أذكره حدود قطرة البلاد والتنظيم والتأخير، وصلت تأخير، غرضه إيه بقى؟ الغرض التخصيص والتوكيد، غرضه إيه؟ التوكيد تمام. شاهد منبر مكانتين للتعظيم، ووصف شاهد بالمنبر تؤكد صدق الشهادة. تمام. نيجي في البيت اللي وراه، بنينا على آداب عيسى واحد. بنينا على آداب عيسى وأحمد، وصف فيه الشاعر أداب عيسى وأحمد بالمنزل الذي يبنى، مين؟ على آداب كانت بلدك أسلوب قصر وسيلته التقديم والتأخير، وغرضه ايه؟ التخطيط والتوكيل. تمام. نيجي بعد كده، آداب جمع يفيد ايه؟ آداب جمع تفيد الكثرة، تمام.
المنازل جاءت نكرة للتعظيم. شاطر، وصف المنازل انها عايز يدل على ايه؟ في عظمة المنازل تمام، برافو عليك، يدل على عظمة مكان مصر. تمام، حلو جدا. طيب دونها يقع النسر، ان مكانتها اعلى من النجوم، يبقى برضه دونها يقع النسر، تعبير يدل على عظمة مكانة مصر، تعبير يدل على عظمة مكانة مصر، مصر ان هي المكانة بتاعتها اعلى من النجوم، تعبير يدل على عظمة مكانة مصر، عظمة مكانة مصر. يلا يا سيف، أمس. يلا حبيبي من الاول. أمس ممكن بس تقولي آخر واحدة؟ تعبير وإن دونها يقع النسر، تعبير يدل على عظمة مكانة مصر، تعبير يدل على عظمة مكانة مصر. عظمة كانت مصر. تمام، أول إن أنكره صح؟ تمام، إن دي هتبقى اسمها إن شرطية، إن أسلوب شرط يعني تفيد الشك في الإنكار. تمام تمام، كمل حبيبي. بعد كده اللي هو فموسى عليه وما أنكروا شهد برد، دي كانت أول حاجة كده، كانت ناسي الكلام من قبلها، تمام وده كان تعبير جميل يدل على عظمة مكانة مصر. ماشي تمام تمام، وكان في اللي هو على ما أنكروا كان أسلوب توكيد وصلته تقديم الجار والمجرور. تمام، أشاد وآتم، لا أشاد لو كان حاجة كده بر، كان تؤكد صدق الشهادة صح؟ بالظبط كده، يبقى وصف الشاهد انه بار يدل على صدق الشاهد. تمام، وشاهد وبر كانوا نكرتين للتعظيم. تمام تمام، وبنينا على آداب عيسى وأحمد، أداء كان لو كان تصوير الآداب والقيم الرفيعة. بدها ايه؟ اساس ماله؟ أسامي نبني عليه، اساس نبني ايه؟ من عليه، تمام مبني كمل. عليه. تمام، كان في برضه أسلوب اللي هو على آداب عيسى وأحمد، ده كان أسلوب توكيد بوسيلة الجار والمجرور. تقديم الجار والمجرور. تمام، وآداب جمع يفيد ايه؟ آداب جمع يفيد الكثرة، تمام، ومنازل كان نهي النكرة ليه؟ نكرة التعظيم برضه. ووصف المنازل انها عايز يدل على ايه؟ لو كنت وحي بسموم هذه المنازل، تمام، 10/10. ودونها يقع النسر برضو، تعبير يدل على ايه؟ كان تعبير جميل يوضح عظمة مكانة مصر وعظمتها. بالظبط كده، جميل. طيب نبدأ بسم الله في البيتين اللي بعده، فنحن على الإنجيل والذكر أمة، يبقى احنا أمة واحدة بيجمعنا الإنجيل والذكر، يبقى تعبير يدل على الوحدة الوطنية، إن احنا متحدين، تعبير يدل على الوحدة الوطنية، تعبير يدل على الوحدة الوطنية. يلا ايه آخر حد كان بيسمع معاه؟ كان باشمهندس محمد، صح كده؟ لا مش سيف. سيف. طب يلا يا محمد. إن شرطية شرطية للشك، فموت على ما أنكره نتيجة لما قبله، وتعبير يدل على عظمة مكانة مصر الدينية، على ما أنكره أسلوب قصر التقديم والتأخير والتخصيص والتوكيد، وشاهد وبر نكرات للتعظيم، ووصف شاهد ببر يدل على صدق الشهادة، وبنينا على آداب عيسى وأحمد، خيال صور آداب عيسى وأحمد بأساسات تبنى عليها منازل، وعلى أسلوب قصر للتقديم والتأخير والتخصيص والتوكيد، وآداب جاءت جمع الكسرة، ومنازل منازل نكر للتعظيم، ووصف منازل بعز يدل على عظمة مكانة مصر،
ودونها يقع النسر تعبير يدل على عظمة مكانة مصر، فنحن على الإنجيل وتلك أمة تعبير يدل على الوحدة الوطنية. تمام. طيب وبرضه العطف يدل على ايه؟ الوحدة الوطنية. يبقى هنا حرف عطف يدل على الوحدة الوطنية. حرف العطف ليه؟ اللي انا جمعت بين الانجيل والذكر، فانا كده هما ده الحاجتين اللي بتوحد الناس. يبقى تعبير يدل على، اسف، حرف العطف يدل على الوحدة الوطنية. حرف العطف يدل على الوحدة الوطنية. دلوقتي انا عايزة اتيم وعائشة، كل واحد ياخد حاجة. يبقى اول حاجة يبدأ اتيم كده، ان دي اداة ايه تفيد ايه؟ إن دي أداة إيه؟ طيب معايا؟ طيب مش موجود. ماشي يا مسا، كنت بشرب وحضرتك نادت طيب عليك صح؟ مفيش مشكلة، يلا ابدأ بسم الله كل واحد حاجة، ابدأ يتين كده أول واحدة. وإن أداة شرطية تفيد الشك. تمام عائشة، فموسى على ما أنكره، قولي فيها حاجة واحدة بس. تعبير يدل على مكانة نص الدنيا. طيب علاقة ده ما قبلها إيه؟ نعم يا مس، فموسى على ما أنكره، علاقة ده ما قبلها إيه؟ اللي هو علاقة بما قبلها كانت نتيجة. نتيجة لما قبلها. تمام يلا عايش كل واحد حاجة، يلا شوف اللي بعده. قولي قصر بقى يشوف اللي هو اسم مؤكد بيه عائشة. تخصيص التخصيص وسيلته ايه بقى؟ يعني احنا عرفنا منين ان في قصر هنا؟ التقديم والتأخير. وسيلته ايه عائشة؟ تقديم التأخير. تمام يلا يلا طيب اللي بعدها. اللي هو شاهد وبر جت مكانتين لتوفيق التعظيم. تمام يلا عائشة اللي بعدها. وصف الشاهد انه بر يدل على ايه؟ يأتي صف الشاد. برافو عليك يلا يا طيب بنان على اداب، ايه الخيال اللي فيها؟ اللي هو تصوير الأدب والقامة الرفيعة، بس القوية بني عليها المصريين. تمام يلا يا عائشة، قصر وصلته ايه هنا؟ عائشة التقديم والتأخير. تمام غرضه؟ التخصيص والتوكيد غرضه ايه؟ تخصيص التأخير. تمام يلا يا يلا يا طيب اللي بعدها. اللي هو آداب المنازل جت جمع لفرع الكسر. تمام يلا يلا يا عائشة خلاص يلا. وصف المنازل انها وصف المنازل وصف المنازل انها عايز يدل على ايه؟ ذاكر القادم لا يدل على ايه؟ ما احنا هو تايم قالها، وصف المنازل انها عايز بيدل على ايه؟ مكانة مصر، عظمة مكانة مصر يدل على ايه يا عائشة؟ حضرت مكاتب. تمام نيجي بعد كده يلا يا طيب، دونها يقع النسر تعبير يدل على ايه؟ تعبير جميل يبرز علوم كانت مصر وعظمتها. شاطر تمام يلا يا عائشة، فنحن على الإنجيل والذكر تعبير يدل على ايه؟ قوة الوحدة الوطنية. تمام وهنا العطف يفيد ايه طيب؟ الاتحاد بين مصر. هي هي ماشي صح برافو عليك 10 10. طيب نيجي بعد كده كلمة أم، تفتكروا نكرة تفيد إيه؟ مامي للتعظيم. التعظيم. يا بص معايا، شاهد وبر ومنازل وأمة، الأربعة نكرات للتعظيم، الأربعة نكرات للتعظيم. يلا يا عايزة نفس الحكاية نعملها بس المرة دي بين عبد الله وبتول. عبد الله موجود يا عبد الله؟ طيب يلا بتول وآدم. نبدأ الأول. بتقول الأولى إيه؟ تمام تمام إن ده شرطية تفيد الشك.
يلا عبد الله يلا يا آدم على طول. اوكي. فموسى على ما أذكره تعبير جميل يدل على عظمة مكانة مصر. في قصر سلفي للتقليد الأخير والتأكيد والتخصيص. قولي علاقتها شاهد ما قبلها ايه؟ لا لسه، علاقتها ما قبلها ايه؟ نسيت. أني مش فموسى على ما الكلام أنكره علاقتها ما قبلها ايه؟ نتيجة. نتيجة. تمام تمام يا بتون. تمام يا ميس. شاهد وأبر مكرتين للتعصيب. تمام. وصف شاهد ببر وصف شاهد بالبر تؤكد صدق الشهادة. تمام. تمام. فنحن بعد بنينا ده خيال بيصور الآداب والقيم بس انت قوية بنى عليها المصريون. تمام كملي كملي يلا حبيبي. اوكي. على آداب عيسى أحمد، أسلوب كسر وسيلته التقديم والتأخير، غرضه التخصيص والتوكيد. آداب جاد جمع للقصر. المنازل جاءت نكرة للتعظيم. مقفول. منازل عز. منازل عايز وصف ان لا وصف العز بنزل علو لا لا، قدره. وصف المنازل انها ايه؟ عز يدل على ايه؟ عز بيدل على توحي ايه؟ بسواهم هذا النازل وعلو قدره. مش 10 10. يلا يلا اللي ورا. دونها يقع النسر. كان تعبير جميل يظهر علو مكانة مصر وعظمتها. 10 10 يا حبيبتي. فنحن تعبير جميل بيدل على الوحدة الوطنية. تمام. هي المفروض نحن على الإنجيل الجملة كلها، مفيش مشكلة. يلا اللي وراه. أمة جاءت نكرة تفيد التعظيم. الحرف العطف يدل عليه. عارفة عطف برضو يدل على الوحدة الوطنية والترابط. تمام. يؤيدها الإنجيل بالحق الذكر. هنا خيال يؤيدها يعني يساعدها أو يساندها، يبقى خيال صور الإنجيل والذكر بإنسان أو شخصين يؤيدان إيه؟ مصر. يبقى خيال صور الإنجيل والذكر بشخصين يؤيدان مصر. يبقى خيال صور الإنجيل والذكر بشخصين يؤيدان مصر. يلا إيه؟ سيف محمد ابدأ اسمع. فين سيف؟ بس حضرتك قلت سيف ولا محمد؟ سيف محمد كل واحد حي. ابدأ بسيف طب انا كان اقول فين بس؟ من اول خالص. انا ليه بنعيد كل شويه؟ ليه انا انكره؟ انا اه انكره؟ ليه ما عملناش زي قبل كده بشيل لكم ابيات ونركز في حاجه تانية؟ عشان النص ده حساه شويه تقيل، فاحنا عايزين نكرره اكتر من اي نص تاني، فعشان كده مش بشيل منه حاجه، عشان تفضل تعيد كل شويه تعيد كل شويه، فعشان يثبت. بس عشان هو ايه، لو انت ذاكرته من غير ما نعمل كده هتحس انه صعب قوي، فهو كده هيبقى سهل كلمة شويه. مثل لحد وين أنكر، من أول من وين أنكره بالظبط كده، لحد يؤديها يؤيدها يعني. يؤيدها قصدي يؤيدها يؤيدها. تمام كده صح؟ بس تمام. أول حاجة إن اللي أنكره دي أو إن دي أسلوب اللي هو إن شرطية تفيد الشك. تمام؟ رمية وموسى على ما إمس؟ انكروا نتيجة أيوه ما قبل. يلا. ها هو قال لي النتيجة اللي ما قبله، يبقى هو التعبير يدل على ايه بقى؟ شباب خرجوا ادخلوا تاني على نفس اللينك ونكمل. خرجوا ادخلوا تاني على نفس اللينك.